بنا الزميلة هاجر زليلة، فإذا كانت جاهزة طبعا. أهلا بك هاجر، تقريبا ربع ساعة تفصلنا عن انتهاء الوقت المحدد للمادة الأولى، مادة اللغة العربية، تتواجدين ربما مع بعض التلاميذ، تفضلي. نعم زميلتي أمينة، وهو كذلك، إذا المتواجدون في ثانوية مسعود بالقاضي غرب العاصمة دائما رفقة مجموعة من التلاميذ بعدما خرجوا من امتحان مادة اللغة العربية. إذا وجوههم مبشرة ومتفائلين لأن الموضوع كان في متناولهم حسبهم. الموضوع يتحدث على عمالة الأطفال، وحتى ربما الوضعية الإدماجية كانت عن عمالة الأطفال. أكيد سنتعرف على تفاصيل الأسئلة مع التلاميذ وكيف كانت إجاباتهم. نبدأ على يميني مع التلميذة، اسمك؟ عرعر أمينة. أمينة، أمينة، ها هو الموضوع بحوزتك، قولي لنا يعني وين لقيتي صعوبة وعلى ماذا يتحدث النص؟ يتحدث النص على الفقر للأطفال في العالم، وعملهم كونهم أصغار، ووجدت صعوبات في الإعراب، لكن الموضوع كله سهل، كان كله سهل. الوضعية الإدماجية؟ الوضعية الإدماجية كانت على العمل على ترك الأطفال للدراسة والذهاب للعمل، فيجب إعطائهم نصائح لكي يكمل يوم مواصلة الدراسة ولا يعمل. شكرا أمينة. أيضا زميلتها، ربما الوضعية الإدماجية تقدري يعني ديري شواهد من الحياة اليومية، ملفت تلاحظي أن التلاميذ ربما على قارعة طريق يقومون بالبيع، ولا يعني كان عندك شواهد من الحياة اليومية؟ كاين الأطفال اللي تشوفيهم يبيعوا ما يروحوش يقراوا. ذكرتي هذه الأمثلة؟ آه. الموضوع كان سهل؟ آه سهل. أنا بالنسبة لي جاني سهل. شكرا. نشوفوا أيضا فئة الذكور، الموضوع بالنسبة لي كيفاش كان؟ كان سهل. حاولك الموضوع؟ سهل. وطحنا كلش فيه تمييز و الإعراب جاك سهل، القواعد سهل سهل فيها في قاع الفصول، كل الفصول، الفصل الأول والثاني والثالث ثالث. شحال استغرقت الوقت باش كملت الموضوع؟ ساعة ونص. كانت كافية؟ كافية. عاود تراجعت الورقة؟ عاود راجعت الورقة و راجعتها قايتيك و نتمنى لك التوفيق. نشوفوا أيضا زميلو، تفضل معنا. السلام ورحمة الله، كيفاش كانت الحراسة داخل الغسل؟ سهل، نورمال سهل، كل واحدة في بلاصتها و نورمال. الأسئلة كيفاش كانت بالنسبة لك؟ سهلة، تتضمن كل الفصول. الحمد لله التعب تاعك ما راحش في باطل. ما راحش في باطل الحمد لله. لو نعرج إلى ثاني مادة، هي مادة العلوم الفيزيائية، راكم حاضرين؟ نعم سهلة سهلة إن شاء الله. عندكم الآن نصف ساعة راحة، وبعدها مادة العلوم الفيزيائية، يعني مثل بقية المواد راجعتوا الفصول ثلاث. نعم سهل. ربما آخر يعطينا كلمة حول طبيعة الأسئلة. معليش نشوفوا فئة البنات، ربما تلميذة أخرى تعطينا رأيك في الموضوع. رأيك في الموضوع تقدمي معنا. سوزي سهل، ما قرينا كلش. الوضعية كانت تانيك سهلة، شغل كاين بزاف عفايس نشوفوهم في الحياة اليومية. سوزي نورمال قاع خدمو. درتي أمثلة من الحياة اليومية؟ نشوفوهم كل يوم، قريب كل يوم. والعلوم الفيزيائية راكي محضرة؟ صعبة علوم شوية سهلة. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. ربما تلميذة أخرى إذا ممكن تفضي معنا، هي وزميلتها. ربما يعني نحن نتحدثوا على طبيعة الأسئلة بالنسبة لي كيفاش كانت؟ سهلة أستاذة بزاف، برك في الوضعية الثانية كانت شوية صعبة. أما الوضعية الإدماجية كانت سهلة كما تحدث على الموضوع. برك. شكرا يعطيك الصحة. إذا كانت هذه انطباعات تلاميذ حول مادة اللغة العربية، أكيد سنوافيكم بتفاصيل أخرى بعد امتحان العلوم الفيزيائية. نعم شكرا جزيلا لك هاجر زليلف، كنت معنا مباشرة من الجزائر العاصمة.